السلام عليكم احبائي حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بالف خير وعلى خير. كيف القاعده، اليوم جبت لكم جوج ديال الاطباق رائعين جدا. وصفه وحده درت فيها جوج الاشكال، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يعرف شنو درت هاد الاطباق وديالاش هاد الكويرات، ما عليه الا يدخل الفيديو ديالي ويتابع معايا المقادير وطريقه التحضير ويعرف شنو هو هاد الكويرات اللي درت اليوم. نقول لكم شنو هما باش نشوقكم تدخلوا تشوفوا كي تعرفوا الطريقه كي دايره. اذا هادو كويرات نتاع الكينوا والقرع الاخضر بالفرماج مقليين في الزيت وطيبين في لاصوص. ما عليكم الا تدخلوا وتتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر وتعرفوا الطريقه. حبيباتي احبائي، غادي نفوتوا المقادير نتاع الكويرات ديال الكفته والكينوا ديالنا نتاع اليوم والقرع الاخضر. اذا شنو عندنا في المقادير؟ عندي هنا نص طاسه ديال الكينوا مسلوقه في الماء والملحه، عندي هنايا 200 غرام ديال الكفته، عندي طاسه ديال لاصوص طوماط، هذه صوص الطوماط منزليه، عندي ربع بيضات، عندي الجبن ادام مبشور، عندي جبن موتزاريلا، عندي جوج بصلات صغيورين، وحده بيضه وحده حمراء، اولا ديروا بصله متوسطه، قزبور ومعدنوس مدقوقين، ثلاثه ديال القرعات صغيرين غورجيت محكوكين ومعصرين من الماء. بالنسبه للتوابل عندي الملح، زيت الزيتون، ملعقه ديال السكنجبير، ملعقه ديال الخرقوم، وملعقه ديال الابزار، جوج اوراق سيدنا موسى، دقيق كرات قليل منه، والثوم بودره قليل منه. اذا لتحضير الكويرات نتاعنا نتاع الكينوا والقرع الاخضر والكفته، اول شيء غادي ندير نبدا بثلاثه البيضات، ومن بعد الا لقيتها مازال قاصحه غادي نزيد لها بيضه. بسم الله. نتمنى يكون كلشي عندكم واضح كيبان لكم. ندير واحد القبصه نتاع الملحه، غادي نزيد الكينوا ديالنا، كذلك مثال القرع حيت كنعصرها كتولي ناشفه. نزيد زهور المعدنوس باش تجي نكهه مزيان. او باردون، الكفته ديالنا زاريلا، ما كاينش احسن من الخدمه بالايادي بطبيعه الحال، من بعد ما تكون تعقمات وتغسلات مزيان. اذا غادي نمر التوابل، هادو غادي يبقاو لاصوص، قليل من الثوم بودرة، وقليل من الكراز، كيعطي البنة هاد الكراز زوين. Thank you.
غادي نكورهم باش نديرهم في الكونجيلاتور. دائما اناء ديروا له بلاستيك ولا ديروا له بابي دي كويسون. بالنسبه للبنات اللي بغات تزيد فيها الخبز الشابليور تزيدها اولا دقيق الفورس اولا الفينو اولا اللي بغات. انا مبغيتش نزيد الفينو. غادي تقصح في الكونجيلاتور اللي خافت لها تفرزت لها ولا تزيد لها الشابليور ولا تزيد الدقيق الابيض ولا تزيد الفينو اللي بغات اللي بغيتو. يعني انا نديرها غير هكاك كيجيو رائعين البنات. الكينوا راكو غنيه على التعريف وكذلك مثال القرع الاخضر وكفيته كيكونوا عامره بالبروتينات. وهاد الكويرات غنديروهم بالمطيشه نقليوهم نديروهم كيف بغينا الفران نديروهم دي غراتان كما حبيتو. انا غادي تشوفوني غندير بهم جوج ديال الاصناف ديال الاكل. صافي غير كنكورهم هكذا حيت راه مجاريين كندير باش شويه د الماء باش ما تلصقليش على يدي. صافي ونكورها صغيورين حجم اللي بغيت. ندير عاوتاني ميكا هكذا باش غنديرهم في الكونجيلاتور يتكونجلاو وديك الساعه نرجعو نوريكم طريقه الطهي. اذا الان تعسلت لنا البصله ديالنا رميت فيها جوج وريقات ديال سيدنا موسى نشوفو فيها مزيان تعسلات مزيان. دابا غادي نلوح لاصوص ديالي فيها عصير. صافي وغادي ندير فيها قليل من القزبر المعدنوس شويه ديال الكرات نفس التوابل اللي درنا في البولات غنديرهم في لاصوص ثوم بودره هاي قليل وصافي شويه ديال الكمون راس معلقه راس معلقه ديال الابزار حيت راه كاين التوابل في البولات راس معلقه ديال الزيت. اذا الان غادي نرمي الكويرات ديالي مازال ما تكونجلاونيش البنات بزاف ولكن غادي نحطو هنا. غادي نخليهم يطيبوا البنات صافي يطيبوا مزيان الساعه نقدمهم معكم هكذا. وها هو طبقنا جاء الى نهايته. اذا غادي نغرف معكم شويه لي بول اللي درتهم بلاصوص. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ونتمنى انكم تجربوهم البنات. ما عليكم غير لا تجربوهم تقولوا لي كي جاكم البنات الطبق نتاع اليوم واللي بولات نتاعنا ديال الكينوا والقرع والبيض رائعه جدا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. هادو المقليين كيجيو مقرمشين البنات مقرمشين 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 وهكا كيجيو الفخوماج الكفيته والقريعه ديالنا. كذلك مثال هادو اللي طايبين في لاصوص غنهزهم ليكم. سمحوا لي اللي كتوحم مسكينه غتسمح لي حقها في الجنه. هانتوما البنات شوفوا كي كيجيو بالكينوا
ما كيتفرتتو ما والو، كيجيو بحال الكفته ورائعين اللي بغيتيهم بلاصوص. بسم الله. نتمنى تجربوهم البنات وتردوا عليا، كنتمنى انكم تردوا عليا في الكومنتير وتقولوا لي صراحه كيجاوكم لا اللي مقليين ولا اللي طايبين في لاصوص. وبهذا نكون احبائي حبيباتي قد انهيت الفيديو نتاع اليوم، اللي هما كويرات الكينوا والقرع الاخضر، رائع جدا بلاصوص ومقليين على جوج الاطباق اللي قدمت لكم اليوم في فيديو واحد. واهلا وسهلا بالناس اللي انضموا الى القناه ديالنا طاولة الطبخ مع لطيفه وسعيده، الاختين سعيده في اسبانيا ولطيفه في المغرب، اللي ما عرفناش او اللي اول مره كيدخل الفيديو ديالنا مرحبا بك عندنا، ونتمنى اننا نكونوا خفاف وظرف على قلبكم. والناس القدامين هذوك دارداركم بلا ما نقولكم مرحبا بكم، تمام مالين الدار تمام مالين الخير، مرحبا بكم ونعاودها. وبهذا نكون احبائي قد انهيت الفيديو نتاع اليوم، وما تنساوش راه كلشي غتلقاوه في صندوق الوصف المقادير نتاع الوصفه، والرابط نتاع الفيديو كذلك مثال باش يمكنكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء والعائله والاحباب واللي عزيز عليكم طبيعه الحال. وبهذا نقولكم مع السلامه.